بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في الدولة. المجلس الأعلى للجيش التركي يجتمع اليوم لأول مرة بعد محاولة التمرد الفاشلة، والعفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب ممارسات وحشية بحق المعتقلين. وزير الدفاع الروسي يعلن أن موسكو ودمشق ستبدأان عملية إنسانية على نطاق كبير في حلب لمساعدة السكان. منتصف نهار القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، تحية لكم وهذه نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على الحفاظ على أسعار السلع وتوفير الاعتمادات المالية لذلك. وطلب إسماعيل بوقف الاستيراد العشوائي وتفضيل المنتج المصري، مؤكدا أن شراء المنتج المصري يعد عملا وطنيا. كما أكد رئيس الوزراء على أن هناك خطوات تنفيذية تسعى الحكومة لتطبيقها حتى يصل الدعم لمستحقيه وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. كما قرر مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة تراكم القمامة بمحافظة الإسكندرية. تتضمن حزمة الإجراءات تكليف وزارة البيئة بالتدخل الفوري، وكذلك قيامها برفع التراكمات عن طريق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى وضع عقد جديد يحتذى به عند التعاقد مع الشركات التي ستقوم بمهمة جمع القمامة داخل المحافظة، مع الأخذ في الاعتبار الشركة الحالية. يستقبل اليوم وزير الخارجية سامح شكري مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف الذي يزور القاهرة حاليا. ومن المقرر أن يبحث الجانبان تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الجهود الدولية المبذولة حاليا لدفعها. كما يلتقي وزير الخارجية سيد إيغور لوكسي مرشح الجبل الأسود لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة. أيضا من المقرر أن يعقد شكري لقاء مع وفد مجموعة الصداقة مع مصر بالبرلمان البريطاني، يتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. تصدر اليوم محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها في قضية اتهام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في الدولة. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم. يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا اليوم في فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، نظام قديم وحديث ويستمر حتى الاثنين الأول من أغسطس القادم. وقد أكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى سيكون كالتالي: الشعبة العلمية 396 درجة فأكثر بنسبة 96.6% فأكثر، الشعبة الهندسية 380 درجة فأكثر أي بنسبة 92.7% فأكثر،
الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80% فأكثر. ويصل إجمالي جميع الطلاب المتقدمين في الشعب الثلاثة 127413 طالبا وطالبة. وأضاف أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون من خلال التنسيق الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت. أكدت رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي أن مصر تسعى لاستعادة عضويتها في اتحاد إذاعات الدول الإفريقية. وقالت حجازي أن مصر تريد تطبيق نموذج التبادل الإخباري بين اتحاد إذاعات الدول العربية في إفريقيا مع تفعيل عضوية مصر في الاتحاد، مما سيتيح لمصر الوصول إلى الأخبار والفعاليات والأحداث المهمة في القارة الإفريقية. مصر لاستعادة عضويتها في اتحاد إذاعات الدول الإفريقية وإنشاء حقيبة للأخبار في ظل وجود الأقمار الصناعية وتطبيق نموذج التبادل الإخباري بين اتحاد إذاعات الدول العربية في إفريقيا روشتة إعلامية، كشفت عنها رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي أمام لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب كمحاولة جادة لوصول الإعلام المصري لدول القارة السمراء كافة. آن الأوان إن أنا يبقى عندي آلية اتحاد إذاعات الدول الأفريقية على نمط اتحاد إذاعات الدول العربية يتيح لي حتى نوع من التعاون الرياضي، بمعنى لو اتحاد إذاعات الدول الأفريقية موجود مش كان النهاردة عندنا كأس الأمم الأفريقية وكان عندنا بطولات الأفريقية كلها، فأنا بتصور إن ده واحد من اللي لابد إن أنا أشتغل عليه وتساعدني فيه الأجهزة والوزارات المختلفة والدولة بشكل عام، لأن أنا النهاردة لما أوصل لأفريقيا حليت مشاكل كتيرة، حزمة برامج مصحوبة بترجمة أستفيد من الإذاعة الموجهة أو الترجمات الموجودة عندنا باللهجات المحلية الأفريقية، بتصور ده شكل بوكيهات تبقى موجودة، أنا بخاطب أي جغرافيا سياسية، بخاطب أفريقيا يبقى بعمل الشيء اللي بيلبي احتياجاتهم أو يشدهم عناصر الجذب فين أقدم ده. كما دعا رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إلى ضرورة إنشاء قناة فضائية إفريقية والتي ستنعكس بشكل إيجابي في عودة مصر لدورها المحوري بالقارة السمراء، مشيرا إلى أن الثقافة والإعلام هي التي ستؤثر في وجدان الشعوب وتستقر فيها. عندنا رصيد تاريخي موجود بدعم موقفنا، وإحنا مش هننام على هذا الرصيد، ولكن إحنا بنحاول إن إحنا ننمي هذا الرصيد من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والتحركات إن شاء الله الواعية للقيادة المصرية الفصل اللي جاي. برضو بحب يعني أقول إن إحنا بنقول القارة دي القارة الذهبية ذات الفرص الذهبية. فإحنا عرضنا عن إنشاء قناة دلوقتي وليها تكلفة عالية وممكن ما يبقاش ليها اهتمام قوي هناك في ظل القنوات اللي بتبقى موجودة وبيستقبلوها، فإحنا ابتدينا نشكل لهم مواد بيهتموا بيها أو قوة نعمة معنى أصح زي السينما، هم عندهم سينما إحنا بنعمل الأسبوع سينما لأفريقيا طبعاً هنا وبيبقى فيه لقاءات من خلال الممثلين المنتجين المخرجين، فده يعني نوع من اللقاء بيننا وبينهم وهم بيشكلوا وسيلة ضغط على الدول بتاعتهم. وحول الخطة المستقبلية للإعلام المصري في إفريقيا، كشفت حجازي أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون سيشارك في قمر العربسات في إفريقيا في الأول من أغسطس، وهذا حل مبدئي لتسهيل الحصول على الأحداث الإفريقية ونواه لبداية حقيقية لعودة الدبلوماسية الناعمة في القارة السمراء. محمد حلمي، التلفزيون المصري. يجتمع اليوم المجلس الأعلى للجيش التركي للمرة الأولى بعد محاولة التمرد الفاشلة. كانت السلطات التركية قد أعلنت تنحية 149 ضابطا رفيع المستوى في تركيا، من بينهم 87 ضابطا برتب عليا في القوات البرية و30 ضابطا في سلاح الجو و32 ضابطا في سلاح البحرية. كما أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 47 صحفيا لاتهامهم بأنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة التمرد الفاشلة. المجلس العسكري الأعلى لتركيا يعقد اجتماعا في أنقرة هو الأول منذ محاولة التمرد الفاشلة في 15 من يوليو الجاري.
والذي أسفر عن مقتل نحو 290 شخصا. ويلقي الاجتماع الضوء على الهيكل المستقبلي للجيش التركي بعد دوره المحوري في أحداث التمرد. المحلل السياسي أحمد قاسم من إحدى الجامعات التركية قال إن الاجتماع سوف يوفر مؤشرات بشأن مستقبل الهيكل القيادي والإداري للقوات المسلحة. إن هذا الاجتماع مهم للغاية لأنه سيعطينا مؤشرات بشأن مستقبل مؤسسة القوات المسلحة، بالإضافة إلى من سيكون قادة الجيش وما الذي ستكون عليه الهيئة الجديدة له. قاسم رجح أيضا أن هذا المجلس سيوفر فرصة للقوات المسلحة التركية لبناء علاقة جديدة مع الشعب التركي بعد محاولة التمرد الفاشلة التي أثرت بشكل كبير على سمعة القوات المسلحة التركية في البلاد حسب ما يقول مراقبون. ستكون هناك بالطبع قرارات على نطاق واسع لإحالة جميع الضباط الذين لهم علاقة بمحاولة التمرد إلى التقاعد والذين هم رهن الاعتقال حاليا، وسوف يوفر المجلس العسكري الأعلى فرصة للقوات المسلحة لبناء هيكل قيادي، وهو ما يمكن أن يخدم كأساس لعلاقة جديدة بين الجيش والشعب التركي، كما ستحظى السياسة التركية ببعض المساحة لعودتها إلى طبيعتها. وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء ذكرت أن الحكومة قررت إغلاق عشرات من المنظمات الإعلامية من بينها 45 صحيفة و16 قناة تلفزيونية. وكانت تركيا قد احتجزت نحو 15,000 شخص في أعقاب محاولة التمرد، من بينهم حوالي 10,000 ممن ينتمون للمؤسسة العسكرية. وقال الجيش التركي في بيان له أن ما يقرب من 35 طائرة حربية و37 طائرة مروحية و74 دبابة وثلاث سفن تابعة للبحرية استخدمت من قبل المخططين لمحاولة التمرد الفاشلة. على جانب آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات التركية تمارس انتهاكات بشعة بحق المحتجزين في عقاب محاولة التمرد الفاشلة التي وقعت مؤخرا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. من جانبه نفى بكير بوزداغ وزير العدل التركي وقوع أي عمليات تعذيب، واصفا تلك المزاعم بأنها ليس لها أساس، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات يرددها أنصار فتح الله جولن الذي يقف وراء محاولة التمرد الأخيرة في تركيا على حد قوله. على الرغم من الانتقادات الأوروبية الشديدة ضد الحكومة التركية بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها حاليا في أعقاب محاولة التمرد الفاشلة، أعلن وزير الداخلية التركي أن أكثر من 15,000 شخص تم إيقافهم في إطار الحملة التي تهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من العناصر التي اشتركت أو أيدت التمرد. السلطة الرابعة أو الصحافة لم تسلم هي الأخرى من حملات الاعتقال التي تقوم بها السلطات، فقد أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف وأوامر باعتقال 47 صحافيا من صحيفة زمان المتوقفة منذ مارس الماضي، وذلك ضمن حملة آخذة في الاتساع ضد المؤيدين للداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة التمرد وهو ما ينفيه جولن. أكثر من 8,000 عسكري شاركوا في محاولة التمرد حسبما أعلن الجيش التركي الذي أكد أنهم يمثلون 1.5% من قوة الجيش، كما وصفهم بالإرهابيين من منظمة فتح الله جولن الإرهابية في زي عسكري مستخدمين 7% من طائرات الجيش وعددا من الأسلحة. كما وضعت السلطات أكثر من 3,000 من عناصر القوات المسلحة رهن الحبس الاحتياطي وآخرين قيد التوقيف الاحترازي على خلفية شبهات علاقاتهم بمحاولة التمرد. من جانبه أعلن رئيس الوزراء التركي أن حملة التطهير مستمرة ولم تنتهي بعد، ولا يزال هناك أشخاص ملاحقين وصفا محاولة التمرد بأنها هزت المجتمع التركي مثل أحداث 11 من سبتمبر والتي وقعت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2001. قال مزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا ومباشرة من أنقرة سيد عبد المجيد مدير مكتب الأهرام هناك. أولا، هل من تسريبات بخصوص هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة منذ عملية التمرد أو محاولة التمرد الفاشلة، الاجتماع الخاص بالمجلس الأعلى للجيش التركي؟ هو طبعا هو اسمه مجلس الشورى العسكري. طبعا مساء الخير أولا، يعني مساء النور. المجلس هو مجلس الشورى العسكري، هو بيعقد مرتين في السنة. إنما الميزة أو السمة الأساسية لهذا الاجتماع اليوم هو أنه بيعقد بظروف استثنائية، جنب رواحك
يمكن حاجة تانية يمكن مهمة، أنه بيعقد للمرة الأولى في مقر مجلس الوزراء وليس في مقر هيئة الأركان. هو ده المتغير المهم في الموضوع، لأنه كان على طول السنين اللي فاتت بيعقد في مجلس في هيئة الأركان العسكرية، وبيروح رئيس الوزراء يشترك مع رئيس الأركان في تلقص هذا الاجتماع. دلوقتي الموضوع اختلف، هيعقد في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بن علي نمرة واحد. أما بقى على اللي هيحصل، هو طبعا في متوقع في إعادة هيكلة الجيش نفسه، إعادة هيكلة الجيش التركي بشكل واضح. وبالمناسبة كان وزير الطاقة اللي هو يبقى في نفس الوقت زوج ابنك أردوغان، كان قال إنه السلطات في بلاد أوريجي كانت خططت عملت خطة لتقليص أو لإعفاء كم كبير أو من الجنود من الضباط والجنرالات اللي هم منتمين إلى لما تسميه الدولة بالكيان الموازي، اللي هو في إشارة إلى الدعاية الإسلامي فتح الله جنيه. الكلام ده كان معد قبل الانقلاب، فجي الانقلاب زاجك القوائم بحيث يتم حملة تطهير شاملة للمؤسسة العسكرية. طيب أستاذ سعيد، هل تتأثر الحكومة التركية بما تعلنه منظمات دولية من اتهامات لها بأنها تقوم بتعذيب من تعتقلهم، زي مثلا إعلان منظمة العفو الدولية اليوم؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، على نقطة يمكن تكون خارج الموضوع. منظمة العفو الدولية لما كانت بتطلع كقرارها عن مصر، كان بيبقى الخبر نمرة واحد في وكالة الأناضول الرسمية، وكان الخبر نمرة واحد في وسائل الإعلام التركية الرسمية. تتلف اللفة وتيجي منظمة العفو الدولية تطلع بيان، ويتقال على البيان ده ان هو مسكنك لمعلومات اللي هم انصار الدعاية اللي هو قائد الانقلاب العسكري اللي هو فتح الله جنيه نمرة واحد. طبعا يعني بس يشوف المغزى الموضوع. الحاجة التانية انه هو طبعا هو الانتهاكات بالمناسبة رصدتها المعارضة التركية للأمانة. يعني كان في طبعا على شبكات التواصل الاجتماعي، لانه طبعا انت عارفة معظم الصحف ومعظم وسائل الاعلام دلوقتي لم يكن يعني 99% منها تحت سيطرة الحكومة التركية كمان. بس كان لها يعني كان لها سبيل اخر انها تقوم بالاعتراض داخل البرلمان التركي على سبيل المثال، ان كنا نتحدث عن المعارضة يعني. افندم؟ المعارضة اذا كانت بترصد هذه الانتهاكات كان لها سبيل اخر وهو البرلمان، يعني لماذا؟ البرلمان ووثائق وسائل التواصل الاجتماعي، فكان في رصد للانتهاكات جهه والحجم الاهانات اللي اتعرضت ليها، اللي هو القوى المنوئه للحكومه مش بالضروره اللي هم الجنود وبس. الانتهاكات دي يعني فيها بتجد صاجة ليها داخل المجتمع التركي مع الاسف. وطبعا انا التركيه للامانه كانت اوريجي كانت تعافت من المساله جهه، يعني ان هي ترجع تاني دي كان يجيب حد ذكى مؤشر خطير جدا. بس في نقطه حابب انبه عليها، انه اعاجك هيكل الجيش بالطريقه اللي بيعملها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مش بس هتأثر على البنية الأساسية للجيش أو على هيبة الجيش وصدقه داخل المجتمع التركي، لا ده هتأثر على وجود الجيش نفسه في حلف الأطلنطي. نعم. حلف الناجل، لأنه في ترتيبات محججة بتتم أخذها في الاعتبار، ولا يجوز إنه هذه الترتيبات يتم إلغائها أو تعديلها أو التعامل معها بشكل مختلف. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب الأهرام مباشرة من أنقرة. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو ودمشق ستبدأان عملية إنسانية على نطاق كبير في حلب لمساعدة السكان الرهائن لدى الإرهابيين. وأضاف شويغو أنه سيتم فتح 3 ممرات آمنة لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة، بالإضافة إلى ممر رابع لخروج المسلحين في شمال حلب وقرب طريق الكاستيلو. كان 16 مدنيا على الأقل قد لقوا حتفهم في قصف على الأحياء الشرقية للمدينة التي تقع شمال سوريا. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما اليوم بمنح عفو للمقاتلين المعارضين الذين يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للسلطات خلال 3 أشهر.
وقد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عرض العفو الذي جاء في وقت أحكمت فيه القوات المؤلية للحكومة السورية سيطرتها حول مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب شمال سوريا، حيث يعتقد أن 250 ألف مدني على الأقل محاصرون. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير عدة مناطق في مدينة حمص السورية، من بينها وادي السايح الذي كان من أكثر المناطق ازدحاما قبل أن تندلع الحرب الأهلية في سوريا. وقال أكيكو سوزاكي نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا إن المشروع يهدف لمساعدة سكان حمص الذين نزحوا عنها في خضم الصراع للعودة إليها، مشيرا إلى أن المشروع يشمل رفع الأنقاض والحطام وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة. وادي السايح منطقة في مدينة حمص السورية قلما خفت عنها أقدام الزائرين من كل حدب وصوبة، واليوم تعاني أيضا من زحام لكنه زحام الحطام. واليوم وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على تفجر الصراع في سوريا باتت المنطقة تعج بالركام والأنقاض. الآن يمول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعا لترميم وادي السايح وعدة مناطق أخرى في حمص، وبالرغم من الصراع الذي لا تبدو له نهاية قريبة قرر البرنامج الإنمائي ترميم حمص لإنعاشها اقتصاديا لمساعدة سكان المدينة على العودة لها. رجع كثير حتى هلأ بالسوق المسوف في أكثر من 20 شخص فتحوا، جيت الناس عم تركب غلق لأبواب المحلات وعم ترجع وتفتح وتعود فيه بمنطقة الناعورة وبسوق مسوف، وهون هلأ حاليا بالحمدية كثير بمنطقة جور الشياح هلأ صار في 6-7 محلات فاتحين، عم ترجع الناس شوي شوي بشجعوا بعضهم. من بين العائدين صاحب مخبز يدعى عمار زوين، كان قد غادر المدينة في 2012 وعاد لها قبل بضعة أشهر. بدي أرجع أفتح لأنه رزق، يعني بدي أرجع أشتغل، يعني عايشين صرنا 6 سنين تقريبا عايشين بصعوبة كبيرة، ما في مصدر رزق نعيش منه، أما نشتغل أي شيء أنا صاحب مخبز وعندي محل، للأسف الشديد أنه يعني ما في مصدر رزق نعيش منه، هلأ عايشين يعني بصعوبة كبيرة على المعونات اللي عم يعطونا إياها. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه مخصصات تقدر بأكثر من 1,000,000 دولار لمشروع الترميم، والمبلغ لا يكفي دون شك لتغطية التكاليف، لذا يسعى مسؤول البرنامج لجمع تبرعات مالية أملا في أن يعيد المشروع لحمص وجهها القديم. للمزيد من المتابعة لتطورات الأوضاع في سوريا انضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في دمشق لقاء شحادة. لقاء، أهلا بك بداية. أهلا بك أحمد، أهلا بك. ماذا عن الممرات الأمنة التي تحدث عنها وزير الدفاع الروسي في حلب لخروج المدنيين المحاصرين، هل بدأت بالفعل؟ نعم، العملية الإنسانية كما يطلق عليها لدى الروس وهنا أيضا في دمشق بدأت هذه العملية، بدأت بالتزامن مع التقدم الذي يحرزه الجيش السوري وحلفائه في المنطقة الشرقية من مدينة حلب وتحديدا في مدينة بني زيد، وصلنا أنه يعني تم السيطرة بالكامل على منطقة السكن الشبابي من هذه المدينة. العملية الإنسانية التي أطلقت كما الجيش السوري قد سبقها بإنذارات ورسائل عبر المسج وكذلك ببيانات إلى أهالي المنطقة الشرقية في حلب، هذه المنطقة التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة. أولا في هذا البيان يدعو المسلحين إلى إلقاء سلاحهم وتسوية أوضاعهم مع الجيش السوري وبالتالي إخراجهم من إطار الاقتتال والمعارك الدائرة مع الجيش هناك، وأيضا للمدنيين الذين يودون الخروج من هذه المناطق سيما وأن العملية مستمرة كما فهمنا من مصادر عسكرية هنا في دمشق. وبالتالي في هذا البيان كان هناك إشارات واضحة للممرات الأمنة والمناطق التي لن يستهدفها الطيران أو الرمايات المدفعية والصاروخية، وبالتالي محاولة تحييد المدنيين أو من لا يحملون السلاح بوجه الجيش السوري عن هذه المعارك. هذه العملية العسكرية ربما منذ دقائق أعلنت وزارة الدفاع الروسية يعني عن عفوا العملية الإنسانية منذ دقائق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدئها بالتنسيق مع السلطات المعنية في سوريا وخاصة على الصعيد العسكري، كذلك على الصعيد المدني، لأن هناك كما وصلنا
من محافظات قريبة من مدينة حماة. هناك تحضير لإرسال شحنات من المواد الغذائية والمواد الطبية التي يعني ربما ستحتاجها المناطق التي سيتم تحريرها، سيما وأن العملية العسكرية كما فهمنا وقلت لك هذه العملية مستمرة حتى نعم. يعني تحرير المنطقة الشرقية من مدينة حلب. هذه المنطقة هل يفهم ضمنياً هل يفهم ضمنياً في سياق هذه التطورات أنه حلب باتت يعني قرب قوسين أو أدنى من السيطرة الكاملة من قبل الجيش السوري؟ معظم المصادر الإعلامية التي نتواصل معها وكذلك بعض المصادر العسكرية تقول هذا، يعني سيما وأن هناك انكساء إن صحت التسمية للجانب التركي، إذ وصلنا أخبار أن الجانب التركي سحب كبار ضباط الاستخبارات التي كانت تقود هذه التنظيمات المسلحة في مناطق شمال حلب وخاصة من المنطقة الشرقية، وبالتالي هذه المجموعات المسلحة أصبحت يعني في حالة من الفراغ السياسي أو العراء السياسي، إذ لا تغطية مباشرة لا سيما وأن الجانب التركي مشغول بأزمته الداخلية. أضف إلى ذلك أن هناك الكثير من التناحر والاقتصار ما بين هذه المجموعات المسلحة وتحديدا جبهة النصرة التي تقود معظم هذه العمليات إثر يعني اندلاع الخلاف داخل صفوف وقيادات جبهة النصرة ما بين مؤيد للخروج من تحت نعم. عباءة القاعدة وما بين معارض لهذا الخروج، وبالتالي هناك عدة عوامل يعني تضافرت وتساعدت لأن الجيش السوري يحقق المزيد نعم. من التقدم. طبعا الجيش السوري بمساعدة حلفائه. ربما أيضا في الساعات القليلة القادمة سنشهد المزيد من التطورات سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري الميداني أو على الصعيد السياسي المرتبط بهذه العملية العسكرية التي يعني تشهد زخما كبيرا حتى نعم. على الصعيد العالمي فيما لو تابعنا وكالات الأنباء والمحطات المشتغلة على الأزمة السورية. أشكرك شكرا جزيلا. لقاء شحادة مراسل قناة النيل للأخبار في دمشق. قتلت قوات الأمن العراقية العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي خلال عملياتها شمال مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وشن طيران التحالف الدولي ضربة جوية على المدينة أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير منصات للصواريخ وعدة مواقع يتحصن بها المسلحون. وعلى صعيد متصل قتل طيران التحالف الدولي عدة قادة لداعش إثر استهداف اجتماع لهم في ناحية القيارة جنوب الموصل. إلى تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، حيث قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عدم استقبال مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع سجون الاحتلال اعتبارا من اليوم، وذلك تعبيرا عن رفضهم لقرار اللجنة بشأن تقليص زيارات عائلاتهم من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة. وأقل الأسرى الفلسطينيون في بيان صحفي نقله نادي الأسير الفلسطيني إن هذه الخطوة سيرافقها إرجاع لوجبات الطعام. ودعا الأسرى عائلاتهم والمؤسسات الحقوقية إلى الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في جميع المحافظات الفلسطينية. نفت لجنة التهدئة والتواصل التابعة للقوات الشرعية بمحافظة تعز اليمنية، نفت المزاعم التي تناقلتها وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثيين حول وقوع جرائم ومجازر في قرية السراري التي تمكنت قوات الشرعية من تحريرها. على الصعيد الميداني قتل 11 عنصرا من عناصر الميليشيات في اشتباكات مع القوات اليمنية شمال محافظة تعز إثر محاولتهم شن هجمات على مواقع القوات والمقاومة. وفي المقابل قتل 2 من أفراد القوات الشرعية اليمنية في هذه الاشتباكات وجرح 11 آخرون، بينما قتل مدني وجرح 11 شخصا في قصف للميليشيات على الأحياء السكنية. بث تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو قال إنه لمنفذ الهجوم الأخير على إحدى كنائس فرنسا والذي أسفر عن مقتل قسيس، وبث مقطع الفيديو على موقع وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم، حيث أظهر رجلين يتحدثان باللغة العربية مؤكدين ولاءهما لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وحمل أحدهما قطعة ورق مطبوع عليها علم التنظيم. ولم تؤكد الشرطة الفرنسية صحة المقطع، بينما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن أن المنفذ الثاني للاعتداء على الكنيسة كان مدرجا على قائمة التطرف منذ 29 من يونيو الماضي. أنباؤنا متواصلة معكم بعد الفاصل، وفيها أوباما يدعو لمساندة كلينتون في حملتها الانتخابية ويؤكد أنها لن تستسلم قبل تدمير تنظيم داعش.
رئيس الوزراء يؤكد أن هناك إجراءات حاسمة لمواجهة زيادة الأسعار ويدعو المواطنين لتشجيع المنتج المصري. جناح القاهرة تصدر حكمها اليوم في قضية اتهام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في الدولة. المجلس الأعلى للجيش التركي يجتمع اليوم لأول مرة بعد محاولة التمرد الفاشلة، والعفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب ممارسات وحشية بحق المعتقلين. وزير الدفاع الروسي يعلن أن موسكو ودمشق ستبدأان عملية إنسانية على نطاق كبير في حلب لمساعدة سكان الرهائن لدى الإرهابيين. والآن مع الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة مباشرة نتجه إلى الزميلة حنان الخولي. أهلا بك حنان. شكرا لكم أمل وأحمد. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. الحكومة تؤكد أن لديها حلولا لأزمة الدولار وتشدد على أهمية وقف المضاربة عليه. إلى التفاصيل، حيث قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها حلولا لأزمة الدولار داعيا إلى أهمية وقف المضاربة على الدولار. وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال إسماعيل أن بعثة الصندوق ستصل الأسبوع المقبل إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل لاتفاق لم يتم تحديد موعده بعد. ستحصل مصر بمقتضاه على 7 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات بخلاف إجراءات أخرى لضبط سوق الدولار، وأهمها الحفاظ على السلع الأساسية وتوفيرها. على الجانب الآخر، رحب صندوق النقد الدولي بطلب الحكومة المصرية الحصول على دعم مالي لتعزيز برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي. وأكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق، أكد أن فريقا من خبراء صندوق النقد بقيادة كريستوفر غارفيز رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر سيتوجه إلى القاهرة السبت المقبل في زيارة تستغرق أسبوعين. من جانبه، أوضح وزير المالية عمرو الجارحي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشمل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار سنويا بفائدة 1.5%، ويشمل برنامج الحكومة التمويلي طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وقرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار من مصادر أخرى. نتحول للبورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية في منتصف التعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ولا تزال السوق متأثرة بحالة من التفاؤل سادت أوساط المستثمرين مع إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج بقيمة 21 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 415.6 مليار جنيه. وقع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية بهدف نقل التكنولوجيا والمعرفة بداية من استخراج مادة السيليكون من الرمل وصولا إلى تصنيع الألواح الشمسية محليا. وتتولى الشركة الصينية تطوير ونقل التكنولوجيا وتدريب العاملين وتقديم الاستشارات الهندسية لهم، وكذلك تدريبهم على تشغيل وصيانة المصانع والتعاون في مجال البحوث والتطوير.
التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد اليوم بوزير الزراعة والري والتنمية المائية بدولة مالاوي جورج شابوندا، وذلك لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين. وأوضح فايد أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في تطوير البنية التحتية، كما قرر تشكيل لجنة لإعداد خطة تنفيذية لتطوير كافة سبل التعاون الزراعي مع دولة مالاوي. صرح مسؤول حكومي نقلا عن وكالة سبأ أن الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد رب منصور هادي ستحول 1,000,000 برميل من النفط الخام إلى مصفاة عدن لتشغيلها. وأعلن المسؤول أن تشغيل مصفاة عدن يعتبر من الأولويات الملحة التي تعمل عليها الحكومة في المرحلة الراهنة باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد. إذن انتهت مشاهدينا نشرتنا الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما مع عمل أحمد. مرة أخرى إليكم شكرا جزيلا لك حنان. مشاهدينا نجدد لكم التحية معكم، نستكمل بقية الأنباء. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون لن تستسلم قبل تدمير تنظيم داعش الإرهابي في حال وصولها إلى البيت الأبيض. من جهته هاجم نائب الرئيس جو بايدن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لم يقدم حلولا جدية لمشكلات ملحة، وإنما سعى لتأجيج العنف والكراهية على حد قوله. شهد انعقاد المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الأمريكي دعما سياسيا كبيرا لمرشحة الحزب لخوض انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون. الرئيس باراك أوباما أكد أنه ليس هناك رجل أو امرأة بما في ذلك هو أو الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أكثر تأهيلا لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة من هيلاري كلينتون، نظرا لعملها جنبا إلى جنب مع المسؤولين عن الاستخبارات والدبلوماسيين والعسكريين، كما أن لديها الخبرة والرأي السديد لمواجهة تهديدات الإرهاب. إنها لا تستسلم أبدا، هذه هي هيلاري التي أعرفها وأحترمها، ولهذا أقول بمنتهى الثقة لا يوجد رجل أو امرأة ولا أنا ولا حتى بيل أكثر قدرة من هيلاري كلينتون على العمل كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أوباما أكد أن هيلاري في حال وصولها إلى البيت الأبيض لن تستسلم قبل تدمير تنظيم داعش، وستفعل ذلك من دون اللجوء إلى التعذيب ومن دون منع ديانات بكاملها من دخول الأراضي الأمريكية، منددا في الوقت نفسه بالرؤية التشاؤمية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. أما نائب الرئيس جو بايدن فقد لجأ إلى أسلوب السخرية الشديد من الملياردير المثير للجدل، مستخدما كل مهاراته الخطابية والأسلوب البلاغي الذي أتقنه خلال مسيرته السياسية الطويلة. بايدن اعتبر ترامب لا يعرف شيئا ولا يفهم القواعد التي بنيت عليها الثقافة الأمريكية ولا يهتم بهموم الطبقة الوسطى. We cannot elect a man. لا يمكننا انتخاب رجل يقوم باستغلال مخاوفنا من داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، رجل لا يملك أي خطة لجعلنا أكثر أمنا، رجل يعتنق أساليب التعذيب والتعصب الديني. كلكم تعلمون وكل الجمهوريين يعلمون أن هذا ليس فكرنا، إنه بمثابة خيانة لمعتقداتنا. وخلال انعقاد المؤتمر وافق المندوبون الديمقراطيون بالإجماع على ترشيح السيناتور تيم كاين رسميا لمنصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص كلينتون في الفوز نظرا لحنكته السياسية ونجاحه في الفوز بجميع الحملات الانتخابية التي خاضها. وفي هذه النشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل، اللاجئون السوريون يسعون لإيجاد فرص عمل لهم خلال إقامتهم في مختلف المدن المصرية.